السلام عليكم. اليوم يا شباب انا صرت دكتور، حلو، صرت دكتور اسنان. عندنا هذا مثلا، خلينا نسوي له كذا. طبعا دكتور جديد، يعني دكتور وبيسه وحركات، يعني شوف هو يبغى اسنانه زي كذا، بالراحه شايفين يبغى اسنانه زي كذا، لكن اسنانه دحين بسم الله باكلني ذا. امسك إيه. لا ما مجينا. طيب حسوي له اسنانه زي ما انتم شايف. اوه ارجع. اوكي اول شيء هنحتاجه يعني كالعاده، ايوه صوت، ايوه هالسالي قاعد يكسر. معلش معلش، صح صح معلش معلش. هو طبيعي تمام. انا ما ادري ايش هذا الشيء البنفسجي، ولكن انا بحاول يعني. هذه مكنسه، هذا مكنسة، حلو. هذا بيكاكس لو في دايموند ولا اي شيء، يعني ان شاء الله نحصل دايموند. ولد عندك دايموند؟ طيب ما شكله ما عنده دايموند، ف اتوقع انه ما في شيء، الوضع كويس. يا سلام يا سلام. هنا عندك شيء؟ هنا لسانك كويس، شوف لسانك. أنا ما في شيء تحت لسانه، خلينا نعالجه من جديد. والله هذه لو انها الرغوة عندنا في الحقيقة. طيب سوينا هذا، بس انا دحين فرشة، ممكن فرشة. اي والله كان يبغى له فرشة، وانا قاعد اكسر له اسنانه واحس فيها دايموند. يا سلام يا سلام يا سلام، كيف؟ فرشوا اسنانكم كل يوم عشان ما تصير زي كذا. هذا ما يتنظف بالفرشة. ما بدي اطلع سنه زي كذا، جيب سنك. يبكي من انا. لا لا ما عليك دكتور، انا دكتور ما عليك، احس بكل حاجه، انا احس بكل شيء، واتوقع انه كذا كويس. بس الحين لازم نشوف المشكله هذه. اتوقع اسنانه كويس، هذا شوف كيف تمسك كويس، ولكن يعني هذا اللون البنفسجي ايش هذا؟ اتوقع انه لازم اكسره، صح؟ انا اتوقع انه لازم اسوي كذا. ما عليه ما عليه، كله تمام كله تمام كله تمام التمام. كذا اشوف كذا. لا شغلك كويس، مية 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 يا ولد انت. اغلق بعينك شوية، نظفها وبس خلاص. اتوقع انه كذا غلقنا. ظبوطي ظبوطي صح؟ ظبوطي. هاي اطلع برا يلا، لا شوك العيادة حقتي مرة ثانية، اقسم بالله لو وسخت اسنانك. اطلع برا والله راح بعيد. قولي في ايتم جديد انفتح، ايش هذا؟ ايش هذا؟ تعالي اسوي لك اسنانك. اي طلع اسنانك، ايش هذا؟ كذا العب لعبة سكيورتي انا. ايش في دبان جوت فمها؟ ايوه شاطر، انا كسرت لها الدنيا. اي في سمكه هنا، اقول لك خلاص ارميها ارميها ما ابغاها. الحين هذه يبغى لها فرشه، وهذا هذا ايش ذا؟ هذا يمكن يحتاج هذا. اي والله هذه موزه دي. والله موزه، خليك هنا احسن لكم، نظف اسنانكم قبل ما تروح عند دكتور زيي. لو رحت عند دكتور زيي مشكله كبيره. نظف نظف نظف، ايش مضطر اني اشيل سنك شويه. ايوه شفت كيف؟ هذا من ورا. نظف يا حبيبي، جيب هذا السن. كيف؟ حسيت انه في من ورا كذا. ممتاز ممتاز، حط من هذا. ايوه كذا ممتاز، وننظف اللي فوق. كيف؟ مثلا ننظفه، نظف اسنانك. ناقص انا وين؟ خلاص لا تنظف اسنانك، بعدين كيف يجيبوا يجوني زباين واكسب فلوس؟ خلاص لا تنظفي. تبغيني افوز انا في الدنيا هذه؟ تبغيني يجيني فلوس؟ ظبوطي. لا لا لا، ظبوطي ظبوطي. هيا مع السلامه. انتوا ما ادري ليش رقبتك لونها غير وراسك لونها غير. عندي بيض. الله ماشى جاتنا ماشى. يا ساتر ماشى، ايش تبغي انت؟ ابلعي يا ماشي.
طيب هذا الحين يبغى له تكسير، هذا لونه مسوس. هذا انا شفت انه يبغى لها سلم مثلث، شفته يعني تبغى سنين مثلث. في سلم مثلث واللي فيه اسنان ذهبي وفضي و... اخلي سن عادي دحين، لكن هنا اي والله شوف هذا السن اللي تبغاه. طيب ما في اشكال ثانيه؟ اي والله في اشكال. خلاص هنضبط لك الموضوع يا ماشا. اول شيء نكسر هذا السن، دقيقه خرج هذا كذا. ايوه شفتوا كيف؟ هنا يبغى له شويه كمان زياده، ضربه واحده. يا سلام يا سلام، هنا يبغى ضربه واحده. خلاص غلقنا هنا. اس ولا كلمه، انت تبغى تغير اسنانك صح ولا صح؟ اس يا ماشا، اس يا ماشا. ناخذ فرشه كل هذا عشان ما تسوي اسنانها بعدين. فايوه واخبار الدب يا ماشا، يعني جننتي وما انا عارف ايش، واخذت الاشياء حقته واخرت اسنانك مسوسه، لكن هو اللي جابك هنا. ها شايفين انت؟ اي شايفاني؟ اقول لك الدب فينه يا عمي؟ انا قاعد اكلم مين؟ ما بقي الا هي يعني. طيب دحين انت تبغى تغير السنين اللي قدام هذه، هذا وهذا. ما عشان انت تبغى تغير اسنانك لا تبكي، يبغالك سن من هذا النوع تمام، ويكون مثلث. اتوقع انه زي هذا كريت. ايوه هذا نحط هنا. يا سلام، هذا ترى ايس كريم. هذا اخترعته جديد عشان وانت ماشي طول ما انت واشي تحس انه في طعم ايس كريم. هذا سن جديد ما نزل في السوق لسه، ويبغى لها سن زي هذا بنكهه الفستق، عشان يعني قلت لكم هي تحب الفستق الظاهر والفراوله. فالسنين هنا هذا، جيب سنك هذا حطيه هنا، ويبغى لها كمان واحد ثاني. جيب هذا حق الفستق ونحطه هنا وبس. خلاص كذا احنا نعتبر غلقنا صح ام صح؟ ها كيف طعم الايس كريم؟ كويس؟ طعم الايس كريم كويس؟ زبطي زبطي ماشا كذا، زبطنا ماشا وخلينا تاكل ايس كريم. ايه كلمني الدب قولي له بعوري يسلم عليك. راحت عندي نقر وخشب، خلينا نشوف نقر وخشب ايش يسوي. اسلم تعال تعال بجرب نقر خشب. انت مسوي لي بس عينك فيها لونين، تعال وريني وريني. قول لي هالدبانه جوز امك ايش ذا؟ هذا اوسخ واحد لين دحين. ايوه ايوه يا شيخ والله نقر خشب انه تمام. سلام تعال انت هنا في يدي الثانيه. يعني احس انه الموضوع يوجع شويه بس مو ذيك الدرجه، يعني نقر خشب في النهايه صح ولا صح؟ دحين ايش بقى ننظف؟ خلك نقر خشب خلك هنا اوكي؟ ميمي خلينا ننظف لسانه تو تو تو. اوه نظفت على طول. حلو باقي اللي تحت يتسوى بهذا. اما خلينا نقرر السن زي اول. ايش احسن؟ ايوه كذا مره واحده ننظف. والله اني فورش يا رجل ما اسوي زي كذا. جيب هذا، هذا عشانك ما تنظف اسنانك. ولا انت تنظف اسنانك ما جيت هنا صح ولا صح؟ جيب هذه، هذا السن الاخير وننظف السن الاخير. يا سلام حلو. الحين هو يبغى يركب نابين، شايفين هنا ناب وهنا ناب، ف هنشوف الناب فين. يعني له هذا اتوقع انه هذا سن عادي يعني لونه ابيض هذا، واسوي لنا واحد كله اوكي. سنين اللي في النص هذا جيب هذا. سلام، وسن ثاني لو سمحت يركب هنا جيب. ايوه سلام يا سلام. خلاص احنا كذا غلقنا، كذا احنا غلقنا. هاي امشي كيف؟ عجبتك الاسنان؟ ظبوطي سوي لايك لايك لايك. خلينا نشوف مين اللي بعده.
انا جاهز اشوف مين اللي بعده. شوف المستشفى حقتي ايش هذا؟ قله جاتنا قنبله. والله ما اجربها عليك، انت وجهك حزين، بس يلا بجرب عليك القنبله ان شاء الله انها تكون يعني مو قويه مره عليك. بس بترك كريستال، والله اسنانها نظيفه، حرام افجر فمها يا اخي، حرام. بس ابغى شويه تنظيف بسيط. شوف كيف قلقنا، شوف كيف يعني حرام افجر فمها. لما يجي واحد هم عفن بفجر. فالحين كيف اركب الكريستاله؟ 5 minutes later. اللي يعرف كيف اسوي كريستال اكتب لي تحت الكومنتات، انا ما اعرف كيف. دورت في كل مكان، هنا ما في، هنا ما في، هنا ما في. وفي دقيقه ليكون في درج هنا. ايش هذا؟ الله علامه البسه. الله لا اجيب العلامه حقتي. ايوه هنا، خذ انت خليها معك عشانك انت احسن واحد ساعدت البسه. ها هاي الكريستاله هنا، واحده كم واحده؟ اربعه، اثنين كذا، سلم سلم، ثلاثه اربعه، ليتس جو. كيف بس ضبطت لك وجهك ولا ما ضبطت لك وجهك؟ وش هذا؟ حط هذا السن كذا شنب. ايش رايكم في السن ده؟ وربي انه مره ديم. يا خلاص كذا نغلق. كيف ايش رايك في السن الجديد؟ الله والله شكله حلو هذا، احلى من باقي الاسنان. ظبوطي اخر احسن واحد في الاسنان بدي له علامه البسه هذه. واذا انت اشتركت في القناه الحين بديك علامه البسه هذه. طيب شوف انا حديك علامه البسه، تمام؟ بس ايش؟ خلينا نفجر فمك، اوكي؟ يلا 3 2 1. سعد خليك جاهز. ما صار شيء. واحد ثاني، ها خلي هنا جاهز. واحد اسلم. طرق واحد ثاني هنا، وانا قاعد افجر له اسنانه كلها. هذا كله عشان تاخذ علامه البسه، واي واحد يشترك هياخذ علامه البسه من دون الاشياء هذه، من دون القنبله ولا اي شيء، على طول هياخذ العلامه. بس انت اشترك بس. ايوه كذا فجرنا اسنانه كامله. بس انا لو اني اروح هناك كذا واخذ هذه، يا سلام. الحين اول حاجه حسويها حنظف له اللسان حقه، لانه لسانك وسخ، انت شكلك تسب كثير. ايوه كذا خلك مؤدب ما تسب. طيب الحين ناخذ الاسنان هذه نرميها في الزباله. اسنانك ما كثير ما تبغى، واقول لك تراك تمشي انت زي كذا، ها بدون اسنان بدون اي شيء. احس الموضوع يعني حيكون حل. تجربة جديدة، ولا الأسبوع الجاي تعلي ركب لك أسنان. ما تبغى؟ طيب ركب لك أسنان. أسنان يبغاها طبيعية ويبغى يكون زي كذا. أوكي ما في مشكلة. كيف؟ أضبط لك المظبيط أنا. في سن نسيت ما أشيله من هنا. آسفين آسفين. جيب لك واحد جديد دحين. ركب ركب. لا ركب. دقيقة أبغى أشيل السن هذا. أيوه شفت كيف؟ أسهل. لا تبكي. انت مو قلت تبغى علامه حق البسه؟ انا بديك علامه حق البسه. والله طاح سن، والله انا ما ادري كم سن ركبت لك، لكن المفروض يعني حسابك مليون ريال يعني مفروض. بس عشان انا كسرت لك اسنانك بنفسي خلاص مجانا. حلو احنا كذا غلقنا اخر سن. الحين عشانك بنادم كنت كويس وخلتني افجر اسنانك، خذ هذه العلامه حق البسه المحترمه. ايوه كده بسة وش، ونركب لك سمكة جنب البسة وامسح الداس. وهذا قلب للمشتركين، ها وهذه الوردة اللي سووا اللايك. الله 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 كده. لا دقيقة ما ابغى افتح كده، اتوقع ان احنا غلقنا. يلا نقول بسم الله. كيف عجبتك؟ 100 100. ظبوطي ظبوطي كده. وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى ان الحلقه عجبتكم ونالت على رضاكم. اذا عجبتكم هذه اللعبه وتبغوا حلقات زياده سووا لايك عشان انزل لكم منها زياده. اوكي اوكي بس كده وصلنا لنهايه الحلقه، يعطيكم العافيه من المشاهده ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.